ولسه مكملين برنامج جمالك. الفقرة دي احنا خصصناها علشان نجاوب على اسئلتكم، انتوا دايما بتبعتوا لنا وبتسألوا عن كل ما هو جديد. النهاردة هنجاوب على اسئلتكم اللي انتوا بعتوها. هتبقى معانا دكتورة هبة عادل، اخصائي الجلدية والليزر بمراكز نبط. مساء الخير، ازيك يا دكتور؟ دكتورة هبة، النهاردة عندي ليكي اسئلة كتير، الناس قاعدة مستنياكي وكل البنوتات قاعدين مستنيينك. اول بنوتة لما بعتها بتسأل، هي عندها 23 سنة وبتقول ان هي عندها زوائد شعر في الوجه وكمان في المناطق الحساسة، وعايزة تشوف تحل المشكلة دي ازاي، وبتسأل كمان هتاخد كام جلسة يا دكتور. طيب، المشكلة حلها ازالة شعر بالليزر، تمام كده؟ على حسب طبيعة الشعرية بتاعتها وعلى حسب الأماكن اللي فيها شعر، أو هي عندها مشكلة داخلية. انت عارفة المشاكل الداخلية بتبقى ممكن تكون هرمونات زيادة، اضطرابات في الهرمونات، عندك مشاكل تانية، ان هو شعر زايد، حاجة جينيتك يعني، حاجة وراثية ملهاش أي مشكلة خالص، أو شعر هي مش عايزاه أصلا فعايزة تشيله. بتاخد كام جلسة؟ المفروض من 6 ل 8 جلسات، بس أهم حاجة زي ما اتفقت معاكم قبل كده، أهم حاجة البرامترز بتاع الجهاز، يعني الجهاز يكون متظبط على نوع الشعرية بتاعتك. هل انت بشره فاتحه؟ هل انت بشره غامقه؟ يعني اذا كنت شقره ولا طبعا. شعرك غامق، شعرايتك فتح، رفيعه ولا تخين، سك ولا سن. طيب، بالظبط كده. وده بياخد وقت قد ايه؟ من 6 ل 8 جلسات. من 6 ل 8 جلسات. الجلسه بين الجلسه والثانيه 3 اسابيع الماكسيمم بتاعها شعر. وتقدر في الجلسه الواحده تعمل اكتر من مكان؟ طبعا تعمل اكتر من مكان، تعمل فول بادي في الجلسه الواحده كمان. طبعا. طيب، طبعا. بس هي الفكره حاجه، في جلسه بروفلاكتيك دايما بقول عليها، بعد 6 شهور خلاص احنا اوريدي خلاص الشعر مش موجود، بعد 6 شهور نعمل جلسه علشان نحمي، ما نخليش الفوليكل تطلع شعرايه البصيله يعني، خلاص نموتها خالص، نقضي عليها، نقضي عليها. طيب، السؤال الثاني من امل، وامل بتقول ان هي عندها مشكله في الانف بتاعتها، ان فتحتها شويه كبيره، فهي بتقول ازاي ان هي تحل المشكله دي وبسهوله ومن غير ما تعمل عمليه ولا اي تدخل جراحي. طيب، بالنسبه لفتحه الانف لما بتبقى كبيره شويه، يعني الكارتلج بتبقى واسعه شويه، يعني ايه الفتحه بتاعه الانف بتبقى واسعه شويه، ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي احقن فيها بوتوكس. البوتوكس نتائجه هايله جدا، انا معايا صوره هتقول لكم الكلام ده، نتائج البوتوكس هايله جدا، بتروح عامله لي ايه؟ قافلالي شويه، عامله ارتخاء للعضله بتاعه الانف، فقافلالي شويه فتحه الانف. تمام كده؟ هي دي الصوره؟ لا، هي دي الصوره الاعوجاج زي ما انتي شايفه. الانف دي بالنسبه لي يا اما مشكله في الكارتلج من بره او في الفتحتين من بره، يا اما مشكله في انها معرجه كده زي ما انتي شايفه كده. بنبتدي نحقن دي فيلر او ثريدز، خيوط. يا اما فيلر يا اما خيوط. فتحه الانف هتلاقي صوره تانية هتبين لك قد ايه فتحه الانف ايه، لمت شويه، لمت بعد ما كانت واسعه. بعد ما دي برضو نفس القصه، فيلر اعوجاج في الـ في الـ في الـ في الانف، باينه قوي دي جدا جدا جدا، فهتحسي ان خلاص اوريدي اتحلت المشكله. ناس كتير قوي بشوفهم ولا تخش جراحه ولا بتعمل اي مشاكل ولا فيها بين حتى ولا فيها الم، فالفكره كلها كل حاجه بقت. تسلم ايديك يا دكتوره. يا فندم. طيب، دي اللي انا كنت بقول لك عليها، شايفه لمت ازاي الانف نفسها؟ هنا شفتي فتحه المناخير بقى شكلها جميل، عارفه كانك عملت لها كونتور، رسمتيها بالظبط كده، هي وقفت. عارفه انت الانف لما بترجع تقف تاني، ده اللي بيحصل. طيب، السؤال اللي بعده، كوكي عندها تساقط كبير قوي في الشعر، سواء شعر الراس اللي بيتساقط جدا، وكمان يا حرام الحواجب، انت عارفه الحواجب دي مهمه جدا في الشكل. فبتقول تعمل ايه، وهل في العلاج هيختلف من تساقط الشعر لتساقط الحواجب ولا لا، وهياخد وقت قد ايه؟ طيب، بالنسبه لكوكي لازم نشوفها، نشوف الجريد بتاع التساقط، يعني هي اوريدي الليفل بتاعها، هل هي تساقط شديد ولا تساقط قليل، ولا الدنيا ماشيه ازاي، ولا في فراغات دلوقتي. لو هو تساقط بسيط، ببتدي اكتب لها علاجات مع جلسات البلازما او جلسات الجروس فاكتورز او جلسات الخلايا الجذعيه، نتائجها هايله قوي في الشعر. تمام كده؟ مجرد لو التساقط خفيف قوي في حاجبها، بمجرد كريمات او دروبس او نقط او علاجات معينه للحواجب، الاوريدي الدنيا بتبقى كويسه قوي. طيب، لو هو في فراغات جامده جدا، ايه الحل في القصه ديت؟ ببتدي اعمل زراعه شعر. زراعه شعر للراس وزراعه شعر الحاجب كمان، عشان ينفع يعني طبعًا للحواجب اعمل زراعه طبعا رأس. طبعا. بناخدها منين؟ بناخدها من شعر الراس. هنا دي حاله زراعه بقى، زي ما حضرتك شايفه كده. ده قبل وبعد؟ ده قبل وبعد، مش ممكن حقيقي. شايفه حضرتك حتى باين لها حياتها.
باينه انها زراعه جدا زي ما انت شايفه في نقط في قلب راسها. عايزه اقول لك على حاجه، الزراعه دايما تعرفيها مش شرط الدكتور يبقى تبقي انت عارفه ان انت دكتوره او طب هي كده لازم تجي لك في السن الصغير في بدايه ال لا هي المفروض كانت تجي لي قبل كده بكتير. تمام. انا طبعا مجرد ما تحسي ان العدد الشهرات بدا يزيد عن 100 شهرات تساقط في اليوم لازم تجي لي. هي الفكره كلها ما تسيبيش شعرك لغايه ما يبقى فيه فراغات وفي مشاكل. ليه تسيب انا عايزه اقول لك كل حاجه ليها حل وفي البدايه احسن بكتير. طيب زي ما حضرتك شايفه زراعه الحواجب يا فندم. بصي بقى الفرق، بصي بقى كمان اللي انا بقول اللي عايزه افهم الساده المشاهدين ليه، ان احنا ممكن نرسم شكل الحاجب يا جماعه. يعني زي ما انت شايفه شوفي الرسمه دي اللي هي عايزاها البيشه اترسمت وتحط فيها البصيلات. فبيطلع على شكل على الشكل ده البصيلات زي ما حضرتك شايفه كده. اوكي فرقه جدا جدا طبعا. انا بالنسبه لي الحواجب دي هي عنوان وسر الجمال. طيب السؤال اللي جاي سؤال من راجل بقى كرم، بيقول هو عنده 33 سنه بس عنده تجاعيد وتجاعيد يظهر قويه قوي ومش عارف هو ليه حصل له كده في السن الصغير، وبيقول ازاي انا يعني ابتدي علاج وابتدي في السن ده ولا لا. طيب انا حاسه كده ان التجاعيد بالنسبه اصل هو بصي الرجاله بالذات كلمه التجاعيد اكيد ما بتجيش بسبب عدم امتلاء، دايما ما بيفكروش في وشهم والامتلاء بتاع وشهم، فكلمه تجاعيد اكيد خطوط، يعني اكيد هو وجهه نظره ان في تجاعيد، في خطوط في جبهته، في خطوط حوالين عينه، في خطوط في الجبهه، في زي ما حضرتك شايفه دي تجاعيد اهي بس خطوط ايه؟ عرضيه زي ما حضرتك شايفه اهي. دي حلها ايه؟ حلها البوتوكس. البوتوكس شايفه فرده العضله عملت ازاي؟ حتى لمعت الجبهه نفسها، بتدي الجبهه نفسها لمعه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا عايزه اقول لكم كمان حوالين العين بيدي سن كبير جدا، يعني شوفي ممكن تكون هي صغيره في السن بس التجاعيد من كتر التجاعيد باينه انها كبيره في السن. مجرد ما نعمل زي شوفي الصوره دي، طب ايه هي اتكلمت عن نفسها. ايه رايك في الصوره دي؟ طبعا رأيك في السن؟ فرقه جدا في السن. طيب في السن فرقه جدا، فرقه جدا في السن، كان ده سن وده سن تاني خالص. مجرد ما تعالجت التجاعيد دي الامور ظبطت جدا. دي حاله فيلر حوالين بين الطيات الانفيه. عايزه اقول لكم كمان الجديد دلوقتي ان في ناس ما بقتش تحقن فيها فيلر يا جماعه. عشان برضو الناس كلها ما تجيش تقولي دكتور الطيات الانفيه حطي لي فيلر. طبعا بقيتي تعملي خطوط وخيوط. بصي ساعات بيبقى المشكله الطيه نفسها جايه بسبب الاربطه اللي فوق في الخد اتثابت. فيا اما احقن فيلر في الخد وارفع الخد يا اما اشد الخد بالخيط. ساعات هي دي المشكله، مش المشكله ان هو بقى حفره، يعني خدتي بال حضرتك جايه بسبب الاربطه نفسها. طيب السؤال اللي بعده هو فاطمه عندها 40 سنه وعندها تجاعيد حول الفم تقريبا اللي هي سموكينج لاينز، وحاسه انه ابتدى يكون في تهدل شويه في الخدود، هل ممكن ترجع بشرتها طبيعيه تاني؟ طبعا السموكي لاينز دي ليها حلول جميله قوي، دايما نلحقها بدري قبل ما تسيب حاجه اسمها ستاتيك لاين. ستاتيك لاين يعني خط محطوط متحفر في الجلد، بحقن ايه فيها ايه عشان ترخي وتبقى كويسه؟ البوتوكس. تمام. طب لو سابت الخط المحفر ده، انا الجديد دلوقتي كنا بنحقن تحتيه فيلر، بس كان في بيشنت تيجي تقول لي برده يا دكتور انا برده حقنت الفيلر فتره وراح. لا الجديد ان انا بعمل فيه خيط، بحط تحتيه تحت الجلد مباشره من الخيط. الخيط بيعلي لي الحفره وبيحسن لي الكولاجين والالاستين اصلا، فبيبتدي يملا لي الحفره بحاجه ناتشرال. خدتي بالك بيعمل حاجه اسمها تليف تحت. اوكي. فبيقعد معاها فتره طويله جدا. اوكي. الا لو عمل عوامل السن تاني طلعت تاني او السموكي لاين زادت تاني. اوكي. والتهدل؟ التهدل بقى طبعا حلو الخيوط. على حسب بقى كميه التهدل اللي عندي هبتدي اعمل ليفتنج خفيف ولا فوليوم بس ولا ليفتنج وفوليوم على حسب. اوكي. دكتوره هبه عادل اخصائي الجلديه والليزر بمراكز نبض احنا بنشكرك ووحشتيني. استنونا ان شاء الله في حلقه جديده يوم السبت، وجمالك ومراكز نبض بتقدم لنا دايما الجديد.